ناحية الطوبونومية فالهديم كيبان على ان هناك هدم واعمال يعني واشغال كبيرة ديال الهدم اللي كانت في واحد الفترة من التاريخ. ف عند بداية يعني بناء القصبة الإسماعيلية اللي كنشوفوا قدامنا للباب ديال باب منصور، فكانت المنطقة يعني فيها القصبة يعني المارينية، وتم الهدم ديال القصبة المارينية من طرف السلطان مولاي إسماعيل في القرن السابع عشر، وبناء قصبته الشهيرة يعني القصبة السلطانية، وكذلك هذه الساحة التي توجد مباشرة أمام الباب الرئيسي اللي هو باب منصور العلج، فسميت بالهديم نظرا لتلك العملية الكبيرة ديال الهدم اللي وقعت في ديك الفترة ديال الملك ديال السلطان كما قلت مولاي إسماعيل. ويحكى على أنه تحت الساحة يعني مدينة أنقاض يعني أركيولوجية كبيرة، وكانت يعني في عملية الإصلاحات اللي وقعت يعني لا في الثمانينات ولا في السبعينات ولا قبل، فوصلوا يعني لهذيك المدينة وغطاوها ومدوا الطريق كما تنشوفوا دابا. فهذا هو السبب التسمية ديال الهديم، والهديم والهديم وهذا فتن عظيم. دونك هذه مجموعة ديال المقولات اللي احنا يعني عرفنا وحنا أطفال، واستشفنا يعني من مجموعه من الاساتذه اللي سبقونا في تاريخ ديال مدينه مكناس. الساحه من زمان تؤدي مجموعه من الوظائف، فالساحه يعني كانت سوق، يعني سوق الخضار، كانت ساحه ديال معركه بوفكران، كانت ساحه الاستعراضات، ساحه ديال التنشيط الثقافي، ساحه قبل ديال جمع الجيوش ديال السلطان مولاي اسماعيل للخروج للحركات، ويعني وساحة يعني متعددة الوظائف حسب يعني الزمان وحسب يعني الحيتيات والظروف التاريخية. كتعرف أن هذه الساحة هذه متنفذ المدينة، وكاين كجميع الساحات في العالم تؤدي مجموعة كما قلت الوظائف. لكن اليوم يعني نتكلم عن التثمين، نتكلم عن الإصلاح، نتكلم عن الترميم، نتكلم عن مجموعة من 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 يعني من الافكار ومن الوظائف اللي تقدر ديرها الناس الساحه، من ضمنها هو يعني التنشيط الثقافي. الساحه اليوم يعني كتعرف يعني داخله في محور ديال السياحي والتثمين ديال برنامج المدينه العتيقه مكناس، وهذه الساحه هذه فيها مجموعه ديال المعالم الماديه، منها باب منصور، منها باب القشلة او باب المسجد الاخضر، وكذلك حتى بعض الابواب اللي ما بقاتش اللي هي باب زين العابدين، وكذلك باحات السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام اللي امامنا يعني المكان ديالهم فارغ، اضافه الى الاسوار وكذلك السوق الهديمه والسوق المركزي للهديم، وكذلك سقايات البطحاء اللي هي السقايه الكبرى والمتحف. دونك الساحه فيها مجموعه ديال المآثير الماديه اللي هي الان ان شاء الله طور الترميم والتثمين والتأهيل، لكن تبقى الساحه يعني في غياب يعني التواصل مع يعني مع الوكالة إنقاذ فاش اللي عندها هذا المشروع ديال التثمين، لا نعرف ما نوع يعني الوظيفة التي ستؤدي من بعد التثمين. هل هي وظيفة تجارية أم وظيفة بمقاربة تراثية؟ إذا هناك يعني جوج ديال المقاربات، إما المقاربة التراثية اللي غادي تخلي الساحة كتقوم بداك الدور ديال التنشيط الثقافي والتنشيط التراثي وتمشي في ذاك الجانب السياحي، او المقاربه التجاريه اللي كتم اللي يحكى الان على ان غادي دير فيها واحد الطريق وتولي كما كانت شحال هذه يعني في طريق والسيارات ومجموعه ديال يعني ديال يعني الانشطه اللي عندها علاقه بتعبيد الطريق. وفي الحقيقه يعني انا يعني شخصيا يعني كنميل للمقاربه التراثيه اللي خصنا نشتغلوا عليها في هذه الساحه المهمه واللي هي الوجه ديال العاصمه الاسماعيليه والمدخل ديال المدينه القديمه وكذلك المدينه السلطانيه. حنا كنتمناو على انه يتم الاشتغال على اعاده الفرجه واعاده احياء الانشطه اللي عندها علاقه بالسياحه، لان السياحه كتلقى جامده، ما كاين لا قراب، ما كاين انيماسيون اللي كانت ديال اصحاب الطواقي، ما كاينش مجموعه ديال الاشياء افتقدناها واللي كانت هي عندها علاقه بالتقاليد والاعراف ديالها. دونك حنا كنشتغلوا عليها الا كان يعني ان شاء الله على المقاربه التراثيه من اجل تصنيفها ان شاء الله كمقترح
يعني تصنيف الساحه كتراث المادي للانسانيه بحال اللي تم تصنيف جامع الفنا.